صعيدة وشهرتي على الأطرش لي سنة ونص. هي أكثر مشاكل هنا كانت العيال الشباب تبع عاملة غياب من المدارس، تطلع تمشي على الرديف تحت، أنزل أنا أجري وراها أمشيها، العيل اللي بشوفه بطلعه، العيل ما بشوفوش الأطر بيزنقوا. في كم عيل كده كانوا جايين من المدرسة من ناحية الرملة كده من الناحية الثانية، اتزنقوا بين القطرين، كان واحد مات وواحد عاش، ودوه المستشفى مات. والأسبوع اللي فات برضك عيلين صغيرين القطرين جايين قصاد بعضيهم، العيال اتحشرت ما عرفتش تروح كده ولا كده، مات. لا هنا ما فيش مشاكل، هنا كلها بس هنا حرامية واحنا بنخلي بالنا منهم. يعني في حرامية كتير بتفك اطبال من القطر، بتفك مسامير من القطر، بتفك بتاع. في برضك الحكومة والهدف برضك معانا مساعديننا يعني بتاع، وطلعوا لنا خدمات عساكر فوق معانا، وربنا يقضيها على خير ان شاء الله. يعني ممكن المسامير دي اللي هي بتتفك من قضيب القطر دي ممكن القطر تقله، بس هم برضك الناس عملوا تأمينات وأمنوا كل حاجة. ما لا 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 مفيش عفاريت، عفاريت الشارع ماشي طول الليل الكبرى، عفاريت ايه؟ لا مفيش، ده بيقول كده كذاب. في عيال قبل كده مطلع 26 عيل من تحت من على العوامات تحت، في سلم هنا بينزلوا عليه من القضيب، بينزلوا تحت على العوامات بس بينزلوا عليه العيال الشباب. طبعا ما تعرفش حاجه العيال دي، ما تعرفش المواضيع اللي بتحصل على الحوادث والحاجات دي يعني. لا غرقان، في اللي بيغرق وفي اللي كذا عيل غرقوا هنا. طيب واهاليهم كانت بتيجي تتعرف عليهم وتاخد. لا 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 مفيش انتحارات على الكوبري كذاب، بيقول لانه مفيش حد احنا اصلا بنعديه من هنا او من هنا. يعني لو واحد ماشي لو مؤاخذه مع واحده لو خطيبته حد ما بنخلوش يعدي، واحد لوحده يعدي، واحده لوحديها تعدي، غير كده احنا مانعين اي واحد واحده يعدوا مع بعض. لا دلوقتي امان الكل، لا امان جامد جامد. لا قبل كده بقى احنا ما نعرفش بقى، ايام قبل ما نجدد فيه، قبل ما نجدد فيه يعني يوم اخر عيلين دول اللي كانوا من القطر دول مع اهليهم ما كانوش يتعرف. جت واحده هنا بتسالني، قلت لها يا ستي والله برضه حصل كذا كذا، بس البر الثاني مش عندنا هنا، البر الثاني.